وقد كثف الجيش التركي قصفه المدفعي على مواقع خاضعة لسيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية شمالية حلب، واستهدف القصف محيط مدينتي أعزاز وتل رفعت شمالية حلب من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. وكانت القوات التركية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط مطار منق وقرية كشتعار ودير جمال شمال مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من قوات الحماية الكردية.